القيد انك تلعب البطوله في منتصف شهر 6. اولا هيبقى القيد الطبيعي لسه ما فتحش، وعقود لعيبه بتنتهي، فمأزق قانوني الفيفا وضع له بعض التسهيلات او بعض التسهيلات للخروج من هذا المأزق. ازاي الامور هتمشي عشان الاهلي يتدارك ده؟ والمطلوب من الاتحاد المصري مع الاهلي ايه؟ معنا على الهاتف الصديق المهندس عامر العميره، واحد من خبراء اللوائح والتشريعات الرياضيه. يا باشمهندس مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير، ازيك يا استاذ ابراهيم؟ عامل ايه؟ الله يخليك. باشمهندس عدلي. ازيك يا عامر؟ الحمد لله. تعالى بقى قول لنا بقى ايه؟ فصص لنا النظام وعشان نبقى على درايه بس باللي هيحصل يعني. احنا مبدئيا يا باشمهندس الموسم عندنا ينتهي 30/6. تمام؟ ده بالدوري، حتى في الدوري الاستثنائي ده؟ فهو لا، هو مكتوب على السيستم اللي هينتهي 30/6، انت ما تقدرش تفتح القيد بس غير بعد انتهاء اللوائح. في السعوديه عندها نفس المشكله، بس الاتحاد الدولي عمل فتره 10 ايام من 1/6 ل 10/6 قبل بدايه البطوله ان انت تقدر تأيد لعيبه في الفتره دي، وقال الاتحادات انت ممكن تفتح قبل ما الموسم عندك ينتهي فتره ال 10 ايام دي لكافه الانديه. مين استفاد بالاستثناء ده وطبقه؟ الاتحاد السعودي اعلن بالامس ان فتح فتره استثنائيه لكافه الانديه عنده مده ال 10 ايام عشان الهلال. عشان الهلال، عشان الهلال طبعا. فاتمنى الاتحاد المصري ياخد نفس الخطوه. طيب هو مبدئيا فتح لكل الانديه مش الهلال بس. هو في البيان بتاعه لكافه الانديه عشان ما يبقاش مميز حد عن حد، يعني لو انديه ثانيه عاوزه في الفتره دي تعمل تعاقدات اللي ممكن الهلال في الفتره دي اروح لنادي مثلا زي الاهلي اقول له عل لي لعيب كذا، او للاتحاد او النصر، والانديه دي ممكن تبقى عاوزه لعيبه مني اعرض فاديها لها في الفتره دي، ممكن اخد اعراض. فالفتره دي اتمنى الاتحاد المصري يطبق التعديل ده عندنا ويفتح ل 10 ايام. زائد في جزئية تانية عندك ممكن تستفيد منها. هو مبدئيا يا عامر الفيفا خلاها اختياري، يعني كل اتحاد عليه انه ياخد القرار. ياخد القرار وفقا للظروف عنده، عشان في اتحادات احنا مثلا الموسم عندنا هيبقى انتهى، اللي انت الرابطة اعلنت ان الدوري هينتهي 30/5، فمش هيحصل حاجة لو فتح لك الواحد. بس في اتحادات الدوري عندها زي في امريكا او في غيرها ابتدى في فبراير، فلسه هيبقى بادئ، فهيعمل له استثناء قبل نهايه الموسم، فهو سايبها للاتحادات اللي ممكن في الفتره دي تصادف منتصف الموسم عندك، اللي هي امريكا الجنوبيه هيبقى في منتصف الموسم مثلا. أيوة. فانت كده ممكن تبقى فاتح لمنتصف الموسم، فمش محتاج ال 10 ايام. ايوه. هو عاملها للاتحادات اللي هي ما عندهاش فتره قريبه تقدر تحسن في اللائحه بتاعتها. طيب. ان انا ادخل لاعبين، اخرج لاعبين. اذا المطلوب فتح الباب استثناء من 1/10/6، تمام. ده تمام، استنادا للائحه البطوله ولائحه اوضاع اللاعبين، حتى الاتحاد السعودي في بيانه ذكر استنادا للائحه كاس العالم، تم فتح القيد من 1/10/6 لكافه الانديه السعوديه. ولازم يعلن عن ده بدري طبعا. مفروض عشان يبتدي عندك اداره في الاهلي تبتدي تنسى على الاقل، لو انا مش هجيب لعيبه محترفين ممكن اجيب اعارات من الدوري المصري. ايوه. لعيبه انا ادعم بيها انديه الموسم بيخلص، اروح مثلا لسموحه. طيب. لزيت اروح امريكا بكام لاعب؟ مبدئيا ما تقلش عن 26، والحد الاقصى ليك تسجل لغايه 35 لاعب من ضمنهم ثلاث حراس. لغايه 35 لاعب. تمام، القايمة بتاعتك. طيب ربنا كرم وعديت دور المجموعات وهتلعب في دور ال 16. في كود تاني اتعمل لك للبطولة نفسها، استثناء اللي هو من 27/6 ل 3/7. الاتحاد الدولي عمل ده ليه؟ عمل عشان في أندية زي الأهلي ومانشستر سيتي في لعيبة أنت جايبها إعارة أو هينتهي عقدها 30/6. فانت مثلا لاعب زي يحيى عطيه الله 30/6، يوسف ايمن انديتها مثلا ما وافقتش بحالة، فقال لك اللعيبه اللي انتهت عقودها تقدر تستبدلها في الفتره من 27 ل 3/7 لحد اقصى 6 لاعبين. يعني عندك 3 لاعبين 4 عقودهم انتهوا يقدروا يلعبوا معاك لغايه
اخر يوم في عقدهم اللي هو يوم 30، ومعاك انت فتره من 27 ل 3/7 تقدر تستبدلهم بلاعيبه اخرى. زائد ده بيعالج مشكله انتهاء العقود في الفتره دي. عشان الحته دي هيبقى فيها فجوه، انا جاي بشهر 6 العقود بتنتهي في اوروبا. ومانشستر سيتي عنده لاعب زي دي بروين 30/6 عقده هيخلص. فممكن يجي خلاص انا معيش عقد مش هكمل معاك. طب انا خسرته كنادي، خسرت داخل ب 35 عند اربع لعيبة عقودها خلصت، انا اتضريت في انديه ثانيه بتلعب بال 35 ومحافظه على قوامها، وانا كنادي اتضريت. فمدي لك بديل اللي انت تغير، زائد مدي لك تقدر تدين اثنين دون حد ال 35، تبادل 35 تقدر ناس عقودها خلصت لو سته تستبدلهم، وتجيب اثنين جداد عن ال 35 ليك لاعبين، بس اهم حاجه يكونوا كانوا مسجلين معاك حتى ايه قبل بدء البطوله في اللائحه المحليه. يعني عندك لعيبه كنت تقدر تشتريها وما لحقتش تسجلها. في بقى ميزه ثانيه بس دي ايه باذن الله ما تحصلش الان وما نحتاجهاش، لا قدر الله في اي وقت لو انصاب حارس من الثلاثه الاساسيين حتى لو قبل المباراه النهائيه تستطيع تستبدله حتى لو ما كانش في قائمه كاس العالم المبدئيه، بس يكون على قائمه النادي. تبعت تجيبه بقى. تبعت تجيبه. لو هو مش في المبدئيه ولا تقدر تجيبه باذن الله الاهلي ما يحتاجهاش، بس دي اعملها للحراس اللي ايه ما يخلكش تلعب البطوله ناقص ثلاثه. زائد في حاجه ثانيه بقى استثناء هائل، كان في اللوائح بتقول لك انت تقدر اللاعب ينتقل لثلاث انديه بس ما يقدرش يلعب غير ناديين في موسم واحد. وهذكر مثال كده توضيحي، مثلا لاعب زي تريزيجيه لعب مع ترابزون بدايه الموسم، تم اعارته للريان كده لعب بناديين، فما ينفعش في نفس الموسم يلعب لنادي ثالث. لا، لائحه كاس العالم بتقول لك ان الفتره بتاعت مباراه كاس العالم مستثنه من دي، يعني ينفع لاعب لعب لناديين في الموسم يجي يلعب معاك فتره كاس العالم. دي كلها لمواجهه ظروف توقيت البطوله. ظروف توقيت البطوله. زائد في ماده ثانيه في اللائحه اللي انت تقدر تستفيد ابراهيم اقل مده للاعاره 6 اشهر. اللي انا ممكن استعيد لاعب 6 اشهر ويلعب معايا من بدايه شهر 6 وما يكملش معايا بعد ما اخلص البطوله مثلا شهر 7 ولا 8 يمشي وما يكملش الاعاره ويرجع لناديه ويقيد. في فقره اتعدلت في لائحه اوضاع اللاعبين ماده 10 بتقول لك ان اللاعب اللي يتم فسخ عقده بقى بالتراجع في الاعاره او من طرف واحد لازم النادي السابق يجنبه ثاني في ايه؟ في لائحته. فانت ممكن يعني يلعب البطوله بس وخلاص. وبعديها لو حصل حاجه بس انت النادي بقى لو الشافع يقدر ياخد قيمه الصفقه في 6 اشهر، يعني ايه؟ ياخد بقى المطالب الماليه، انت خدته 6 اشهر لعبته 3 رجع هينضم ليا، بس انت هتدفع بقى ايه؟ بقيه الثلاث شهور التانيين. تمام. تمام. باذن الله لو تعرض هنلاعب اول او ثاني المجموعه الثانيه اللي هي فيها باريس سان جيرمان. اول او ثاني المجموعه الثانيه. يعني لو صعدنا ربنا كرم ان شاء الله وكان كريم معانا اول مجموعه نلعب ثاني الثانيه، لو صعدنا ثاني نلعب اول الثانيه. تمام. كان في كلام تناثر كده حوالين جوائز البطوله، ده كلام مش رسمي حتى الان مش كده؟ لا مش رسمي، بس بص في مواقع كبيره كانت بتقول تقريبا يا استاذ ابراهيم هتبقى زي جوائز كاس العالم قطر. اللي هي جوائز كبيره بس مش مبالغ فيها، يعني في قطر مثلا ثالث ورابع المجموعه بياخد 9 مليون دولار. اللي بيطلع من دور ال 16 بياخد 13. اللي بيطلع من دور الثمانيه 17. كده هي دي الجوائز، البطل بياخد 42، بس الجوائز اللي بتتقال اتمنى تكون صحيحه طبعا اللي كل نادي ياخد 50 مليون دولار. هو كابتن زكي عبد الفتاح كان بيتكلم يا عامر ان هم عندهم تسويق عالي جدا للبطوله. نتمنى كده يا استاذ ابراهيم، بس ايه الارقام كبيره تخد، يعني ما شاء الله لو انا داخل المشاركه وهاخد 50 مليون دولار. يعني ربع مليار ده انت تشتري دايروت كلها. دايروت والقصير. طيب يا بلديات. عموما موفق دايما يا باشمهندس. شكرا جزيلا. شكرا للمهندس عامر العميرة خبير اللوائح والتشريعات الرياضية.
واعتقد كلها استثناءات يا باشمهندس خاصه بالبطوله.